Bonsoir mes amis, t'mena inchallah tkounou bkhir w ala khir aynama kontoum fi hadha al alam. Awalan bghit ngol lkom chokran bzaf bzaf ala rsa'id lkom zwina w al mushajja'. Vraiment, j'ai l'honneur enno nsma' dik al hadra. Bnisba l video dial lyom inchallah على الطلب ديالكم غادي ندويو على الطريقة الصحيحة باش نكتبو ان كومونتير كومبوزي مع بعض النصائح وبعض العبارات اللي ممكن نستعملو في بداية كل فقرة وفي الاخير ان شاء الله غادي نخدمو على واحد المثال من الرواية ديال لاكوري وفي النهاية ديال الفيديو ان شاء الله غادي نقول لكم على واحد الطريقة كنديرها باش نعاون راسي في التحليل. نبداو على بركه الله. اولا بالنسبه لهذا الشيء اللي غنقول راه كاين في الكور ديال الاستاذ معاد ادهم في الكور 5 هو اللي عطينا لا ميثود باش نكتبوا كومونتير وحاط حتى واحد ليا الا دخلتوا ليه راه غتلقاو كاع هذاك الشيء اللي كيخصكم فاش تبغيو تبداو تكتبوا المقدمه فاش تبغيو تكتبوا دوزوا ما بين فقره وفقره ما بين فكره وفكره باش داك الشيء اللي غتكتبوه في 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 الكونكلوزيون يعني كلمات وعبارات مساعده ديليان لوجيك باش تكتب باش تكتب ان كومونتير كومبوزي خاصك تكتبوا بطريقه مرتبه بطريقه منظمه بطريقه الا بغينا نقولوا علميه يعني انت مثلا قبل فاش وانت كتقرا النص خاصك تكتب الافكار اللي طاحوا في بالك واللي باغي تدوي عليهم وترتبهم شكون هي الاولى اللي غندوي عليها شكون هي الثانيه شكون هي الثالثه على حسب الاهميه ديالها في لو تيكست اللي كدير ليه الاناليز يعني ماشي غتجي فين ما طاحت لك شي فكره تكتبها لا يعني كتحاول تنظم هذوك الافكار وهادشي اللي قال البروف في هاد لا بارتي اي لي دونك فوندامونتال دوغانيزي لي زاناليز اناليزي ان تيكست ليتيرير ايتودي لو تيكست دون سون رابور ا لوفر يعني غادي تدرسو بعلاقته مع الروايه فاش كنقول غادي تدرسو بعلاقته مع الروايه راه ماشي غتكتب اربعه سطوره ولا خمسه سطوره باش انه تبين حيتاش الا جينا نكتبوها بطريقه مفصله راه ما غتقدك حتى ثلاثه صفحات ما غتقدكش لا غتحاول ما امكن ما تفوتش سطر باش انه تبين لو تيكست مع لوفر واش ان انسيبيت او نو هذاك لو تيكست اش كي بريزونتي لينا واش دي بيرسوناج ان ديكور اليو على حسب لو تيكست هادشي على حسب هذاك النص اللي غادي يتعطى لك كتدرس ايتودي لو تيكست بارابور ا لوتور يعني علاقته مع الكاتب اي سون ايبوك والفتره اللي كان فيها هذاك الكاتب ولكن كيف ما قلت راه ماشي غتكتب عشرات الصفحات على هذه القضيه هذه لا خاصك تقلب على عباره من دابا اللي غادي تجمع لك بالخصوص انه عارفين الروايه اللي تعرف لو تيكست علاقته مع الكاتب علاقته مع الروايه علاقته مع الفتره اللي عاش فيها الكاتب كيلي لا بلاص دو لوتور دون لو تيكست يعني هنايا كندويو على لا فوكاليزاسيون هادشي بطبيعه الحال بارابور او تيكست لو تيكست بوز ان بروبليم كو لو كومونتير دو شيرشي اكليري اي ريزودر هذاك النص اللي غادي تحط لك ضروري ما فيه اشكاليه الـ 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 النص هو كيطرح واحد المشكل انت كتحاول تقلب تبحث وتفسر وتحلل هذاك المشكل يعني انت في لو تيكست راه كتجاوب على السؤال ديال كوا اشنو كاين كوما كيفاش تكتبات هذيك ليدي اي بوركوا كتجاوب على ثلاثه ديال الاسئله داكور يعني التحليل الادبي ماشي مجرد استعراض الافكار واعاده ما قاله الكاتب لا ولكن هو كتدير لانتربريتاسيون داكشي اللي بغى يقول يعني كتاول الهضره ديالو كتخليها كتفسرها بحال انت دابا كتكون واحد الوسيط ما بين الكاتب وواحد مثلا ما عمرو شاف لوفر ما عمرو قرا لوفر
الى جاي يقرا لو تيكست ما غاديش يفهم، ولكن انت راه كنتعاملوا معاك على اساس قريتي الروايه وعلى اساس عارف لو كونسيبت، وكتحاول تبين لواحد الانسان اللي مثلا ما قاريش وما فاهمش اشنو كاين. فهمتي؟ دابا ندخلوا كيفاش غنكتبوا لو كومونتير لي زيتاب. لو كومونتير كومونس بار ان باراغراف دانتروداكسيون. On saute une ligne après l'introduction pour la séparer du développement. C'est-à-dire à daruria, انه فاش كتبغي تبدا تكتب كتخلي واحد جو سنتيمتر ولا واحد ونص، بغيتي عاوتاني دوز لو ديفلوبمون راه كتخلي عاوتاني واحد جوج ديال السطور. هادي عندها علاقه بلا فورم لا مانيير اللي كتكتب فيها. دابا باقي هادي غير لا فورم، بحال قلتي الشكل يخدم المضمون. الاستاذ الا شاف الشكل هو هذاك، شافك مخلي هادي بادي بان ماجيسكول، حط النقطه كاينين فواصل، هادشي كيشجعو على انه يكمل يقرا لو تيكست ديالك، ماشي بحال الا انت من البدايه للاخر عاد حط نقطه ولا ما حطاش كاع. يعني البونكتواسيون ضروريه، هذيك لا لينيا ضروريه ما بين كل فكره. الوغ اون صوت اون ليني ابري لانترودكسيون بور لا سيباري دو ديفلوبمون. Les différentes parties du commentaire littéraire sont ils aussi séparées par un saut en ligne. يعني تاف هادوك لي زيد لي غادي يكونوا في لو ديفلوبمون، وقت ما ساليتي ورجعتي عاوتاني للسطر من فكره لفكره خلي واحد شويه عاد ابدا. Alors chaque partie du commentaire comporte plusieurs paragraphes. مثلا في لا بارتي ديال لانترودكسيون راه فيها 3 بارتي، في لو ديفلوبمون فيها عاوتاني 3 بارتي، و ا شاك بارتي فيها عاوتاني 3 بارتي. اي Avant la conclusion, on saute également une ligne. Alors, بالنسبه للانتروداكسيون شنو هما لي زيتاب ديالها؟ بريزونتي اي سيتوي لو تيكست، كتقول هذاك لو تيكست فين كاين بالضبط، فين بلاصه جا، واش في شابتر 1 2 3 4 على حسب. الا كنتي عارفه شنو واقع قبل قول وما كنتيش عارف باس. من بعد كنربطوا لا بريزونطاسيون ولا سيتوياسيون مع ليدي جينيرال ولا لا بروبليماتيك جينيريك، كتربطها مع الفكره الاساسيه ديال النص. ما قال لك هذه راه ضروريه سورتو عند الاستاذ معاد ادهم، ماشي يعني بحال لي زوتر. قال لك اون ايفيت دو كومونسي لانترودكسيون بار دي فورمول دو تيب سو تيكستري او بيان سي تيكستري. ما باغيش عبارات كيف ما سماهم هنايا بانال، لا، كار لو كوريكتور ني با سونسي كونيتر لو تيكست سور لوكيل بورت لو كومونتير. يعني بحال لا هو قال لك راه ما عارفش انت لو تيكست اللي كدوي عليه، فاش كتقول ليه سو تيكست قال لك هو راه ما عارفش هاد لو تيكست. يعني ايفيتي لي فورمول بانال اي لي ليان كومون، بحال مثلا سو غران اكريفان سو موديست اكريفان اتسيتيرا. يعني مثلا الاستاذ فاش كينصحك بحال هاد النصائح وانت ما درتيهمش، قال لك ما تبداش بسي تيكستري ومشيتي انت بديتي ليه بسي تيكستري، راه اوتوماتيكمون ما غاديش يقرا لك لو ديفلوبمون، ما غادي يقرا لك حتى حاجه، غادي يحط لك 4 من الاول. يعني ردوا البال لهذا الشيء، داكشي اللي قال لك ايفيتي ما تكتبوش، نقلبوا على دي زوتر شي حوايج اخرين باش نبداوهم. وغادي نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد المقدمه في الاخر ديال لا فيديو، ما فيهاش سي تيكستري ولا سو تيكستري ولا سو غران اكريفان ايتترا. puis on annonce les axes. l'annonce du plan doit découler logiquement de l'hypothèse de lecture. Idéalement, il faut éviter les formules plates du type nous nous intéressons, nous verrons que. يعني راه عطينا شي حوايج اللي قال لك ايفيتي انك تكتبهم لانه ما ساليميش ما كيعجبوش ولا كيبان ليه مثلا انه اسلوب راكيك، يعني ايفيتيهم. الوغ لانتروداكسيون فيها لا سيتوياسيون لي دي جينيرال اي لانونس دي زاكس. كونساي فيت بون امبرسيون دي لو ديبي دو فوتر كومونتير اون ستركتوران اي اون ريدي et en rédigeant soigneusement votre introduction. يعني راه الانترودكسيون مهمه 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 جدا. علاش قالها؟ لانه في حاله تقرا المقدمه وعجباتو راه غيكمل لك ويشوف، في حاله المقدمه ما عجباتوش راه ما غاديش يكمل لك الورقه، وغادي يحط لك 4 ولا اللي عجبو ولا 3 ولا 0 كاع،
وما هاديش يكملها. يعني الانترودكسيون راه مهمة جدا انه نكتبوها بلا زيتاب اللي كيقول الاستاذ عليها. لو ديفلوبمون دو كومونتير كومبوزي il faut respecter un ordre dans les différentes parties du commentaire. انت فاش كتانونسي لي زاكس راه كتقول لي dans un premier temps je vais parler de ça et dans un deuxième temps je vais parler de cela et enfin يعني راه ديجا عطيتي واحد لو شومان. يعني وانت كتكتب لو ديفلوبمون خاصك تتبع لو شومان اللي قلتي ليه في الانترودكسيون. il faut respecter l'ordre et les parties du commentaire. Les transitions servent à assurer la cohérence entre les différentes parties. بحال قلتي غادي خصك واحد مثلا واحد الخيط رفيع يكون كيجمع لك هذوك الافكار ويكون هذاك الشيء متناسق. هذاك لو تكست ماشي حاس كتحس مثلا كتكتب فكره من هنا وفكره من هنا وداك الشيء عندك مخربق. تحس كتقرا نتايا في واحد لو تكست اللي داك الشيء مترابط فيما بينه, ما كتحسش بالملل ولا كتحس براسك باللي راه مثلا كد هنا وضرب هنا وهنا وفكره من هنا وفكره من هنا. خاصه داك الشيء يكون متناسق باش الانسان ما يحسش اولا الاستاذ ما يحسش بالملل ولا يحس بك انه انت ديجا راه ما فاهم والو. هي كتكتب ايكريغ بوغ ايكريغ. قال لك بوكو كونسيدير كي لي بريف préférable de faire trois parties et trois sous-parties pour chaque partie. Il y a le développement خاصك minimum trois parties. Ou pour la partie خاصك trois sous-parties. يعني بحال قلتي 9 ديال لي بارتي في لو ديفلوبمون. هادشي طبعا على حسب لو تيكست. راه ماشي الا كانوا عندك واحد لو تيكست اللي هو صغير فيه جوج ديال الافكار وبيان دو بارتي وفيه وكل وحده فيها ثلاثه, انت تجيب شي حاجه ما كايناش باش تكتب ثلاثه ديال لي بارتي. لا, حيت لو تيكست اللي كيفرض عليك اشنو غادي تكتب كان فيه افكار كثيره وتناقضات كثيره ولا شي حوايج كثار, حاول انك تبينهم في ثلاثه ديال الفقرات عوض مثلا ما تحاول تلخص ما امكن ودير كل شيء في فقره واحده فيها ثلاثه ديال الفقرات. حاول دير 3 سو بارتي داكور. Il faut maîtriser parfaitement la terminologie de l'analyse littéraire. يعني راه خاصك تكون انت مدرب. راه شوفوا راه الاشكال هو ما عمرنا هزينا ان تيكست ليتيرير ودرنا محاوله وكنبقاو حتى النهار ديال الامتحان عاد كنديروا المحاوله الاولى. راه ميمكنش, راه امبوسيبل تجاوب مزيان. راه خاصك دير محاولات وانا غادي نعطيكم كيف ما قلت لكم لا مانيير باش انه نديروا على الاقل دي زيساي. هي محاولات ديال انه نكتبوا ان كومونتير كومبوزي. دون لو ديفلوبمون اون اكسبوز دي تيم. راه في هذاك لو تيكست يكون عندك دي تيم. لي تيم كيفاش كنقدروا نجبدوهم؟ كنقدروا نجبدوهم من لو شون ليكسيكال. لو شون ليكسيكال هو اللي كيعطينا لو تيم. دي زارغومون. Le commentaire littéraire est aussi une argumentation. شنو كيقصد بان argumentation؟ فاش كتعطي اون ايدي, فاش كتعطي واحد الفكره كتعطي الدليل عليها. حيت انت بيان سور ماشي كتجي وكتكتب داكشي اللي كاين فقط. لا, كتعطي تاويل, كتكتب داكشي اللي كاين وي كتعطي تاويل. وفاش كتعطي تاويل لهداكشي اللي قلتي كتعطي اون argumentation. الى درتي اون انتربريتاسيون اللي ما قالهاش الكاتب بطريقه مباشره, توي اوبليجي تعطي اون ارغومونطاسيون علاش قالها ولا كيفاش انت فهمتي بلي راه قال. كتعطي دليل باش انه البروف ما كيعرفك انه ماشي هي نقلتي من شي بلاصه ولا شفتيها من عند الصديق ديالك ولا, وكتبين اكثر انه راك فاهم لو تيكست, فهمتي لو تيكست. اي il s'agit de partager les interprétations du texte. تاويلات اكزومبل مثلا فاش كنقولوا لا ناتور ايت ان تامبل, بحال الا قلتي الطبيعه معبد ولا مكان للعباده. لانتربريتاسيون تا ومع العلم انه كاينه هنا اون ميتافور. يعني ابارتور دون ميتافور اللي هي لا ناتور ايت ان تامبل. إذن هاد لا ميتافور كي مي اون ريلاسيون لا ناتور اي ان طومبل, يعني ربطات لينا الطبيعه مع واحد المعبد.
permet de comparer notre environnement à un lieu sacré. يعني شنو هي الانتربريتاسيون اللي درناها هنا قلنا بلي لا ناتور ايت ان ليو ساكري وكيفاش يعني ليدي اللي قلنا هي لا ناتور ايت ان ليو ساكري واش الكاتب قال لا ناتور ايت ان ليو ساكري ساكري لا ما قالهاش ديريكتومون ولكن قال لنا الطبيعه هي معبد بالتالي حنا درنا الفكره ديال انه ان ليو ساكري لارغومونطاسيون شنو هي Une métaphore qui met en relation la nature et un temple. Hadi hiya l'interprétation. L'interprétation, صعيب انه تقدر ديرها من الاول لا خاصك تكون تدربتي 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 مزيان باش تقدر تقول شي حاجه قالها كاتب. Cancelium le développement, on passe à la conclusion. Il s'agit de dresser un bilan des propos et d'exprimer clairement des conclusion يعني بحال لا كتدير واحد الخلاصه واحد الاستنتاج على داكشي اللي اللي حللتي وداكشي اللي قريتي من خلاله ممكن كتنفتح على نصوص اخرى مشابهه على كتب اخرى مشابهه على هاد الشيء على حسب العلم ديالك العلم ديالك يعني المعرفه ديالك وداك الشيء اللي استنتجتيه من خلال القراءة والتحليل حاجة أخرى بالنسبة للي فيغور دو ستيل ولا لو شان لكسيكال راه اللي خاصنا نعرفه هو أنه ماشي واحد الفقرة كتخصصها اللي فيغور دو ستيل واحد الفقرة كتخصصها لو شان لكسيكال واحد الفقرة كتخصصها لو طون إتوليزي لا هذا خطأ خطأ ماشي كتدير استعراض ولكن كتحاول ما أمكن تربط هذوك الأفكار راه ممكن ممكن يكون كل شيء مخلط فيما بينه يعني تجمع لو شان ليكسيكال مع لو فيغور دو ستيل يعني لي فيغور دو ستيل ولا لو شان ليكسيكال راه هي بحال كيعطيو واحد الجمالية ولا واحد العظمة للفكرة اللي كتبغي اللي كيبغي يبينها الكاتب وبالتالي انت ماشي كتقول لي راه هنا عندنا اون كومباريزون وصافي و بوركوا هذاك الكاتب استعمل هذيك لا كومباريزون شنو هي لانتربريتاسيون ديال هذيك لا كومباريزون فاش كنقولوا مثلا فلان سنانو صفرين بحال شي حاجه فيها اللون الاصفر بحال الشمس هذه من عندي بحال الشمس اشنو بغينا شنو كنقصدوا بشي فلان سنانو صفرين ça veut dire ما كيغسلش سنان و سا في دير موسخ سا في دير كتقولها شي واحد داير بحال البرميل شنو برميل برميل غليظ قصير يعني الشكل ديالو ما زوينش يعني لي فيغور دو ستيل لي فيغور دو ستيل كتعطيك فكره شنو سميتو لو شون ليكسيكال كيعطيك لو تيم le temps qui s'aide tu عارف واش une narration ou la une description ou هادشي كله غتقدر تعرفوا تطبقوا بالتمارين راه فريمون بحال الرياضيات في اول نص ساعه تحط لك ما تعرف منين تدوز ليه ولكن وانت كتخدم لي تيكست كتعرف السر ديال التحليل فهاد لو تيكست كاينين برسك 3 تيكست الاول ديال او روتور دون لونكومبرمون دي فواتور اول تيكست في لاكوري ثاني كاين نيت في الشابيتر الاول لا كاليش انترا اي فان ساريتا دوفون لو بيرون هاد التيكست هو مهم كيدوي على لوتيل ديال ساكار والثالثه هو راه في لو شابيتر 1 حاولوا تخدموهم بالنسبه للتيكست الاول والثاني راه كاينه اون اناليز في واحد السيت ديال هاد لي تيكست بالنسبه للثالث ما لقيت صراحه حتى شي حاجه في جوجل ولكن راه ممكن تخدموها المهم على الاقل هاد لي تيكست اللي حاط لينا هنايا نخدموهم نعرفوا علاش كيدوي بوسيبل الله اعلم شي واحد يتحط فيهم بالنسبه لذاك الليان اللي حط الاستاذ في البي دي اف هو نيت اللي خدم منه هذاك الشيء اللي قال ها هو قدامي دابا فيه دي des tournures utiles dans le commentaire de texte. يعني باش تبدا ان تيكست
قال لك دون لانترودكسيون ممكن تبدا بلو تيكست لو تيكست كذا وكذا اكستري دو دو رومون هكا ا اتي اكري بار بوبليي اون يعني ممكن تستعمل لو تيكست ولكن ما تستعملش سو تيكست كاينه فرق ما بين لو تيكست وما بين سو تيكست او بيان سي تيكستري ولا le passage qui nous est proposé est extrait du chapitre 4 5 se situe à l'acte kda sen يعني على حسب هادشي على حسب هادو غير عبارات مساعده dans l'introduction pour dégager les enjeux du texte ce passage présente un double enjeu un triple intérêt l'enjeu principal de ce texte réside dans l'intérêt principal du texte est que هادشي كله كاين غير في الانترودكسيون قال لك بور انونسي لو بلان دو كومونتير ممكن تبدا سي بوركوا ال كونفيندرا تو دابور دون ان برومي تان اون برومي ليو بوي اون سكوند ليو انفان فينالمون يعني هادو عبارات مساعده باش انه تكتب في شاك على اي تكست كيف ما كان لو ديفلوبمون راه لا ميم شوز عطي عبارات باش نبداو pour commencer nous pouvons étudier la façon dont l'auteur dès le début nous remarquons que le thème du est omniprésent dans le texte la conclusion تا هي عطي des exemples هذا راه alors هادشي راه كاين في هذاك لو دوكيومون اللي قلت لكم اخر حصه و لو ليان و راه انا غادي نحاول نحطو لكم في التحت دابا غادي نحاولوا نديروا واحد الاناليز لواحد لو تيكست من لا كورينيت من شابيتر 3 واحد تيكست مهم جدا بحال قلتي الخلاصه ديال الروايه ككل مجموعه في هذا النص هذا درنا لي واحد القراءة أنا والأصدقاء ديالي حاولنا نفهموه حاولنا نديرو واحد الاناليز مجموعين وهنا كنصحكم أنه تجمعوا واحد الجروب ما يكونش فايت خمسة ديال الناس ولا أربعة ديال الناس وديروا ان جروب وديروا محاولات على دي تيكست وبيان في كاع لي موديول تعاونوا يعني كل واحد مثلا حنايا واحد عنده مع ليستوار واحد عنده مع الاناليز دو رومان واحد عنده مع ليكسيكولوجي وكل واحد فوقيتو كيجي كيشرح لينا داكشي اللي خاصنا واللي ما فاهمينوش وتبارك الله كل واحد وفين متفوق كنبغي نوجه لهم تحيه كبيره من هنايا لانهم ساعدوني بزاف وكلنا تعاوننا مع بعضياتنا على اساس النجاح وداكشي علاش كنصحكم بهذه الطريقه هذه خمسه ديال الناس كل واحد عنده مع شي حاجه تجمعوا في واحد الجروب وتعاونوا مع بعضياتكم الوغ لو تيكست كاين في شابيتر 3 احنا نحاولوا نقراوه cependant la fortune des sacars semblait à son apogée elle brûlait en plein Paris comme un feu de joie colossale c'était l'heure où la curée ardente emplit un coin de forêt de l'embois des chiens du claquement des fous du flambois des torches. Les appétits lâchés se contentaient enfin dans l'impudence du triomphe, au bruit des quartiers écroulés et des fortunes bâties en 6 mois. La vie n'était plus qu'une grande débauche de millions et de femmes. Le vice, venu de haut, coulait dans les ruisseaux, s'étalait dans les bassins, remontait dans les jets d'eau, des jardins, pour retomber sur les toits en pluie fine et pénétrante. Il semblait la nuit, lorsqu'on passait les ponts, que la Seine charrie au milieu de la vie endormie, les ordures de la cité, miettes tombées de la table, noues de dentelles laissées sur les divans, chevelures oubliées dans les fiacres, billets de banque glissés des corsages, immédiat de l'instinct jette à la rue. Après l'avoir tous que la brutalité du désir et le contentement brisé et saoulé, alors dans le sommeil fiévreux de Paris. Et mieux encore que dans sa quête haletante du grand jour, on sentait le détraquement cérébral
Le cauchemar doré et voluptueux d'une vie folle, de son or et de sa chair, jusqu'à minuit. Les violons chantaient, puis les fenêtres s'éteignaient et les ombres descendaient sur la vie. C'était comme une alcôve colossale, au long aurait soufflé la dernière bougie, éteint la dernière pudeur, et n'avait plus au fond des ténèbres qu'un grand râle d'amour furieux. Et là, tandis que les Tuileries au bord de l'eau allongeaient leurs bras dans le noir comme pour une embrassade le texte وتشوف اشنو فهمتي من القراءة الأولية الحاجة اللي فهمتيها من القراءة الأولية حتى عاود قرأ على الأقل تتفهم لي دي جنرال من بعد سطر على كاع داكشي اللي ما فهمتيش وحاول تشرحه سطر على أي كلمة ما فهمتيهاش وراه أنا شخصيا باش ما نكذبش في البداية ديال القراءة ما فهمت حتى حاجة في التكست ماشي ما فهمت حتى حاجة ولكن ما وضحاتش لي الرؤية وما جاني صعيب ولكن من زيد قريت عاود قريت لو تيكست وعاود اي حاجه ما فهمتهاش اي كلمه ما فهمتهاش مشيت كنقلب عليها كنقلب حتى على الاقل فهمت شنو هي الفكره العامه وعلاش كيدوي النص يعني راه كهادشي ماشي كيحتاج مش دير مجهود كيحتاج انه تبحث وتقلب وتعرف اشنو ما فهمتيش راه اون فوا تفهم لو تيكست تكونوا اكيدين غير غتفهم التكست يعني داكشي كله غادي يجيك ساهل دوك لي زيتاب كاملين الاخرين غادي يجيك ساهل ولكن هادشي تفهم لو تيكست ردوا البال ماشي اون فوا تلقاو اسم تعتقدوا بلي راه كيدوي على ان بيرسوناج انا في البدايه ديال هاد لو تيكست هذا فاش لقيت سو بوندون لا فورتون دي ساكار سامبلي ا سون ابوجي قلت بوتيتر لو تيكست غيدوي لينا على اريستيد ساكار ولكن ملي كملت لو تيكست لقيت بلي التيكست ما كيدويش على ساكار كيدوي على لا في باري اذا خاصنا نردو البال لا مع لو ستريس مع الوقت ما كاينش مع اي فكره جاتك في البال تحطها نوض البال وقرا وعاود قرا حتى تاكد من علاش كيدوي النص عاد كتبو من بعد القراءه كيف ما قلت لكم كنقلبوا على الفكره العامه شنو هي الفكره العامه من هذا الشيء كله من خلال القراءه ديالي لقيت انه هذا لو تيكست هذا كيدوي لينا على باريس والحاله ديالها اللي وصلت ليها من بعد ما ساكار والامثال ديالو وصلوا لذاك الشيء اللي بغاو وصلوا للثروه والثروه ديالهم وصلت للذروه ديالها alors cependant la fortune de Sakar semblait à son apogée يعني الفتره اللي لا فورتون وصلت للقمه ديالها elle brûlait en plein Paris comme un feu de joie colossal elle كترجع لينا على لا فورتون elle brûlait يعني لا فورتون brûlait هنا بحال كاينه اون بيرسونيفيكاسيون لانه شنو بغى يقصد بلا فورتون بغولي بانه كتحرق يعني كتكال كتمشي كتنهب كتسرق يعني كتمشي هكاك بغولي وشبهها كوم ان فو دو جوا كلوسال اون كومباريزون الوغ عندنا اون كومباريزون ديال لا فورتون مع لو فو لا فورتون ايغال فو وهاد لو فو هادي بغولي غاسبيلي يعني الثروه كتكل وكتنهب سيتي لور او لا كوري اردونت امبلي ان كوين دو فوري دو لومبوا دي شيان دو كلاكمون دي فوي دو فلومبوا دي تورش هنايا كيف ما كنشوفو مذكور لينا لو تيتر le titre du roman le texte يعني بحال قلتي من خلال القراءه هو انه ليماج ولا لا ديفينيسيون ولا الخلاصه ولا ديال لا كوري اكزيست دون سو تيكست كاينه في هذا لو تيكست معبر عنها بقوه بواحد العظمه بدي زادجيكتيف بدي فيغور دو ستيل عظيمه واللي كيزيد ياكد عليها هو هاد دي فورتون باتي اون 6 موا اللي هي من لي دي جينيرال دو رومان انه ناس ما بين ليله وضحاها داروا ثروه
واللي ما فهمش يعني اكثر يعني غراس هذوك لي سبيكولاسيون ايموبيلي وفتحات الباب لدي بروفيتور اللي هو بحال ساكار والامثال ديالو لانه ساكار هو بحال قلتي واحد فقط واحد المثال بزاف ديال الناس في هذيك الفتره كانوا بحالو كانوا ملهوفين ولا جيعانين باش انهم يوصلوا الفلوس وماشي زعما اي انسان يكون مثلا غني وصافي ويكون من الغني الاغنياء يعني يكونوا من الناس القراب ل نابليون بونابارت وبحال قلتي بلي هذيك انه نابليون بونابارت prend le pouvoir في 1852 بواحد الطريقة غير شرعية انجست اليجيتيم هاد لو غاني دو نابليون اوفر لا بورت ا سيت كلاس سوسيال دو بروفيتور باش انهم يديروا اللي بغاو في البلاد وفي هاد التكست هذا يعني كيبين بلي انه ساكار والامثال ديالو وصلوا لداكشي اللي بغاو لا فورتون اللي داروها وصلت للحد ديالها ورجعوا المدينه ديال باريس واحد الضحيه تعاني من الافتراس ومن النهب ومن الفساد ومن الجريمه الى غير ذلك داكشي علاش قلت لكم بلي هذا التكست هذا تري سيمبوليك Alors, la vie n'était plus qu'une grande débauche de millions et de femmes. Hna fin kanعرفو بلي راه le texte bda kidwi lina ala la vie. Alors, fl'oul dial le texte ma kanch kidwi ala la vie, bach n'عرفو annahu عندنا هنا deux idées générales. Fl'oul ma kanch kidwi ala la vie. Kan kidwi ala had la fortune ديال ساكار ودي ساكار الامثال ديال ساكار اللي وصلت للحد ديالها وصلوا لداكشي اللي بغاو وليدي دو لا كوري او بيان لا ديفينيسيون دو كوري تحققات لينا هنايا من بعد بدا كيدوي على لا في لا في نيتي كون غران ديبوش دو مليون اي دو فام يعني هاد المدينه هادي ولات غير واحد البلاصه ديال البغاء الفسق دو مليون اي دو فام يعني غير الفلوس والثروه ولي فام راه كنعرفوا شنو قصد هنايا بلي فام لو فيس فيني دو كولي دون لي رويسو سيتي دون لي باسان رومونتي دون لي جيت دو دي جاردان شنو بغى يقول لنا من خلال هاد لا بارتي هادي هو انه الرذيله فين ما مشيتي كاينه فين ما مشيتي غتلقاها وربطها هنايا ربطها بواحد لا ديسكريبسيون ناتوراليست الو ربطها بالطبيعه بلو بلي غويسو لي باسان رومونتي دون لي جيدو هنا فين كتجلى هذيك ليكريتور ناتوراليست و لو جونغ و لو كوران ناتوراليزم اللي كتنتمي ليه لا كوري الو il s'agit d'une description naturaliste اللي واضحه جدا من خلال هاد لا بارتي ديال لو فيس فوني دون هو كولي دون لي رويسو سيتالي دون لي باسان رومونتي دون لي جيت وهنايا كنلاحظوا واحد شنو سميتو لو شون ليكسيكال دو لو عندنا لو عندنا لي رويسو لي باسان لا بلوي اون بلوي فين اي بينيترانت واحد لو شون ليكسيكال ديال الماء و alors قلنا بلي راه عندنا ان شون ليكسيكال دو لو ولكن شنو هي لا سينيفيكاسيون ديالها لا سينيفيكاسيون ديالها هو انه لو فيس الرذيله ولات كتمشي لينا في باريس كلها فين ما مشيتي كتلقى الرذيله بحال الماء يعني فين ما مشيتي كتلقى اي سيركول دون تو باري الماء كيف ما الماء كيدور في باريس كلها وكاين في باريس كلها كذلك الرذيله فين ما مشيتي كتلقاها من الفوق لتحت من التحت للفوق باش بلا ما نطول عليكم بزاف كيف ما قلت لكم انه النص كيوصف لنا باريس بواحد الدقه على ما اصبحت عليه ماشي كيف ما كانت يعني كيف ولات من بعد ما وصلوا هاد الناس هادو لداكشي اللي بغاو ساكار والامثال ديالو وكيبين لينا بزاف الانحلال الاخلاقي
اللي ولات عليه فرنسا، وكيفاش الناس ولاو مهتمين هي بلي فام ولي مليون لوغ اي لا شير، وراه مذكوره في لو تيكست. الو واحد لانتروديكسيون انا لقيتها في واحد السيت، ما كتبدا لا بسو تيكست ولا سي تيكستري. Dans la suite des 20 romans d'Erogon Macquart, la curée décrit l'assaut de Paris par les spéculateurs de 1850, au lendemain du Second Empire. Émile Zola assimile une vision naturaliste à l'histoire naturelle et sociale de la famille d'Erogon Macquart. Au tribun de l'introduction, la plupart des textes les déroulent dans l'analyse de la page. Mais l'idée générale est différente. من تكست الاخر. هذه كانت مشتركه هاد لا بارتي ديال لا سيتوياسيون دو تكست، ولكن لي دي جينيرال كتختلف من ان تكست لوتر. alors ce passage a une tonalité épique, c'est une vision impersonnelle, mais il s'agit d'une description totalement dévalorisante de Paris. انا درت واحد ليساي لو كومونتير كومبوزي، ما عرفش الى اي مدى صحيح ولا من ناحيه الطريقه، من ناحيه الاخطاء، من ناحيه، ولكن غنقرا عليكم وانتم حاولوا ديروا الاناليز ديالكم انتم هي بالطريقه ديالكم انتم هي. وكيف ما قلت لكم انا راه غنخلي لكم السيت اللي يعني خديت منه بزاف ديال الافكار وعاونني في الاناليز ديال بزاف ديال لي تيكست. Dès le début, nous remarquons que l'image de la curée omniprésent dans le texte, le moment où les chiens entre parenthèses des sacards, disputent les restes d'une bête tuée et l'arrivée à son apogée. La bête tuée, y est Paris. Le symbole de la bête tuée, c'est Paris. Zola compare la fortune avec le feu. Alors, Nagels dit qu'il y a une comparaison de la fortune avec le feu. Ou je n'ai l'interprétation de là. Cette fortune brûle, ça veut dire dépenser et gaspiller. يعني كتكال كتنهب كتمشي الى اخره. À cause des spéculations immobilières et des profiteurs comme Saccard. غي الاشكال اللي كان عندي هنا ما عرفتش واش هاد لي سبيكولاتور ايموبيليير، يعني حتى ما مذكوراش بون مانيير ديريكت في لو تيكست، ما عرفتش نديرها ولا لا، ولكن المهم انا درتها في الاناليز والله اعلم الى اي حد ما راه صحيحه. Et des profiteurs comme Saccard. En second lieu, Zola nous dépeignit une image très dévalorisée du Paris, dans lequel la pauvre Paris devient une grande débauche. Pour montrer bien cette débauche, l'écrivain pose un champ lexical d'eau. Ou entre parenthèses, donc les kalimat li kidlou lina ala le champ lexical de la pluie, les ruisseaux, etc. Tout cela pour dire que le débauche circule dans tout Paris. Ou la signification de la champ lexical. Tout cela pour dire que le débauche circule dans tout Paris par une manière cylique et verticale. Cette attitude appuyée par les classes supérieures. يعني هذا الشيء من طرف لي كلاس سوبيريور. ainsi la personnification de Paris est présentée plusieurs fois. عندنا لا بيرسونيفيكاسيون بزاف ديال باريس، بحال مثلا la vie endormie, la vie folle de son or et de sa chair, etc. D'une autre part, la décadence des valeurs est bien présentée dans ce passage. On met la femme à la même place de l'argent. Entre parenthèses, les millions et les femmes. La femme devient un objet pour satisfaire la brutalité du désir. Ou à dire à Gelhef le texte. La brutalité du désir. Cette décadence, on le sentait dans un champ lexical d'obscurité. Alors, le champ lexical de Dalam, il retrouve la partie tanième le texte. اللي فيها ténèbres, noir, éteigné, ombre, etc. La conclusion. Enfin, ce texte est très symbolique. C'est une façon de dire toute une classe sociale supérieure s'abattre à Paris. Ils le rendent un lieu de corruption, de décadence et de femmes et des pauvres dans lequel la capitale est déchirée sous les crocs
des profiteurs. الوغ هادي تجربه حاولت نديرها نطبقها في الدار نطبقها دوك واخا يعني ما غنكونش وصلت لهذيك 100% ديال انه نطبقها ولكن درت اون ايساي وهذا الشيء اللي خاصكم حتى نتوما ديروه راه ماشي حنا مفروض علينا انه نكتبوا كل شيء سورتو عندنا غير ساعه ونص راه نورمالمون ان كومونتير كومبوزي بهذاك الشيء كله راه خاصو 4 السوايع و 5 السوايع ويلاه يتقاد يعني على الاقل تعطي لي دي جينيرال تعطي لانتربريتاسيون دي فيغور دو ستيل اللي باينين بكثره وتبين على انه فهمتي النص وفهمتي شنو بغى يقول الكاتب هذا الاهم الاخطاء يكونوا شويه ما يكونوش بزاف والله يسر الامور حاجه اخرى كاين واحد لو سيت اللي فيه اناليز تقريبا ديال واحد 9 ديال النصوص 3 من شابيتر الاول 1 من شابيتر الثاني 2 من شابيتر الثالث 4 5 6 الى اخره انا هادوك التكست اللي نيت خدمت عليهم وخا باقي ما كملتهمش كنصحكم انه في اي مثلا تكست بغيتي دير ليه الاناليز قراه حاول تفهمه وسير لهذيك الاناليز هي تعاونك لانه بالنسبه ليهم هما داروا لي زاكس ولكن ما رابطينش هذاك الشيء يعني كيديروا غير ديزيدي ما كاينينش ديال ليان لوجيك ما بين الافكار وراه هذه راه ماشي صحيحه لانه الاستاذ قال لك اللي خاصك تربط ما بين هذوك الافكار يعني ماشي هي تبقى تكتب 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 هنايا هي كيكتبوا داك الشيء علاش انايا خديته هي كمساعده ليا باش نقدر نكتب لو كومونتير وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله اللي تفرج في الفيديو تاع هاد البلاصه هادي برافو عليه الوغ راه مهتم وباغي ينجح الله يسر لكم اي واحد عنده شي تساؤل انا غادي نخلي لكم الانستغرام راه بزاف ديال الحوايج كنقول لكم غادي نخليها لكم وكنسى ما كنخليهاش لكم ولكن انا هاد المره هادي غنخليها لكم ان شاء الله